أنا مش قادرة أفهم إزاي يا مصطفى تشتم رئيس مجلس الإدارة. أهو ده اللي مجنني، بدل ما أقول للراجل متشكر قلت له أنت حمار. إزاي بس كده يا أخي؟ معرفش، أنا بتهيألي الجدع اللي اسمه مرسي ده سرق الفانوس بتاعي وطلع فرقوش عشان يعمل فيا المقلب السخيف ده. طب وهتعمل إيه دلوقتي؟ من بكرة الصبح هروح على أوضته في قلب الشركة وأدور على الفانوس وأطلعه بأي طريقة. طيب هتعمل ايه يا بطل؟ لا ولا حاجة، حوكل انا بدور على الفانوس بتاعي. فانوس قدام ولا فانوس ورا؟ اعمل معروف بلاش تريق، انا بيتهيألي الراجل المدير ده سرق الفانوس السحري بتاعي. هو معقول المدير يسرق حاجة ويجيبها هنا على المكتب؟ لازم اوديها على البيت. عندك حق، انا طالب منك خدمة يا عوكل. ممكن؟ ممكن قوي. انت مش لسه بتعوم في بحر الغرام مع البيت الخدامة بتاعته؟ وقربنا نوصل لبر الجواز يا ابو دلويس. عظيم، اعمل معروف اسألها لي في التليفون اذا كان المدير قابل الفانوس في البيت ولا لا. خد نمرة الدهو. الو عوكل، عايز ايه يا واد؟ فاكر ازيك يا فاكر؟ مشتاقين قوي يا دميل. فاكر انت لوحدك؟ لوحدي. مشتاقين قوي يا دميل. الفانوس يا جميل، الفانوس. خلاص. طيب الو فاكر، حياة ابوك المديري وهو داخل عندك ما كانش في يد فانوس صغير كد كده؟ فانوس صغير؟ شفته، ده سيدي شايله في اوضه النوم. اسمعي، الفانوس ده بتاع مصطفى واحنا عاوزينه ضروري. ها خش اسرقه من اوضه النوم يا دميل. ليه يا اخويا؟ ما اقدرش، الست نايمه في الاوضه بعدين تظبطني. طيب. طيب. يخرب بيتك. طيب. مع السلامة يا دميل. الله يخليك. طيب مع السلامة يا دميل. حالتك ايه؟ هتقول ان المدير عنديه الليلة حفلة وفيها معازيم كتير. حلو. واحنا نروح احنا التنين نخش الحفلة وفي الزحمة نسرق الفلوس ودننا ماشيين. قلت ايه؟ طيب قدامي معايا يا جميل. نعم. حد يقدر يفقسنا واحنا لابسين كده؟ ابدا مفيش حد يعرفكم ابدا. يلا خد المزه وشربوا على الحفله طيران، ولو شافكم المدير وقال لكم انتوا مين قولوا له احنا الاثنين السفرجيه اللي بعتنا جروبي. توكلنا على الله. مسكاجينا مسكاجينا هانجي الحمد لله. هونجا هونجا ها 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 تا ذا مسكاجينا مسكاجينا هانجي. مين دول؟ دول الاثنين السفرجيه بلديتك اللي بعتهم جروبي. هاتي مسكاجينا مسكاجينا هانجي ها ها هونجا هونجا تا ها ذا ها نو ها. انت فاهم كلامهم؟ انا مش مغفل ابدا، دول مش بلدياتي، دول لازم يكونوا من فوق. إيه؟ من فوق خالص. انا مش مغفل ربي. فكرك.
ادريس. نعم يا فندم. هات لي علبة السجاير ولا اعمل اوضه النوم. حاضر يا فندم. بولا مستجنة. انت ايه؟ مستجنة. هونجا هونجا خا ها طا ذا. انت رايح فين؟ انت رايح جوه في اوضه النوم. دخل اوضه النوم. ايوه رح نخش في اوضه النوم. طب تفضل على اوضه النوم. انت ده مجنون. انا رح نخش في اوضه النوم. اتفضل انت. اتفضل على اوضه النوم. ايوه رح نخش اوضه النوم. انت مالك يا هشري؟ اذا كنت نخش اوضه النوم نخش اوضه النوم. هو فين يا اخويا علبة السجاير الولاعة بتاعه دي؟ انت كنت فين يا شيخ وانا بندور عليك؟ هونجا هونجا يا ناصح تعال الحقنا حبيبي شوف اللي جرالي شوف مصيبتي. شباك لبيك خدامه بين ايديك اخص عليك عفريت قليل الاصل ده عامله تعملها معايا يا عفركوش. انا خدام اللي يكون معايا الفانوس يا مصطفى. بقى كده يعني معاهم عليهم عليهم حتى العفاريت فيهم منافقين. لو كنت عملت بما يرضي الله ما كانش راح منك الفانوس. انت اخترت الشر وتركت الخير والشر يجلب الشر والخير يجلب الخير. جرايوه انت هتعمل لي واعظ. خلاص اتعلمنا وتوبنا الى الله. مبروك شباك لبيك. تطلب ايه؟ عاوزك تخلي رئيس مجلس الإدارة ينسى الشتيمة اللي أنا شتمتها له كلها ولا يفتكرش غير المشروع وحسنات المشروع. أمرك مطاع يا مصطفى. وقبل ما تمشي عاوزك تبوظ الحفلة وتهزق كل الموجودين. أمرك مطاع بس اعمل حسابك ده آخر طلب تطلبه مني. أنت كان ليك عندي 7 طلبات وبس. و7 طلبات انت. لكن انا لسه عاوز حاجات كتير وفلوس كتير. ده انا عندي مشروعات خطيره جدا عاوز اعملها. ما كانت في ايدك الفرصه ما انتهزتهاش ليه؟ قوم دلوقتي اغسل وشك وغير هدومك وتعالى اواب عشان رئيس مجلس الاداره زمانه جاي. حوا 5 دقايق وحكون هنا. عقبال ما ترجع حكون بوصلك الحفله. الوداع يا مصطفى. الوداع يا ابن الانس. الوداع يا ابن الجن. الوداع يا عفركوش. ايه ده يا استاذه؟ أنا آسف جدا ما أعرفش إيه اللي دفعنا عشان أضربك من غير سبب. اللي اتحيا. Thank you.
لكن يا حفركوش السجادة جنبك. حفركوش انت لسه نايم؟ البيت. ايه ده يا ادريس؟ مالهم الجماعه دول؟ الله يا ابن العيال يا سياده البيت. عايز فيهم شرطه على قد بيجننوا. يا مضبوط يا كلب يا مضبوط. يا عفركوش اديله هذا حنفي اديله. يا ولدان انا مريض يا ولدان. اهلا وسهلا بالحضاره الحب بحضره. عفركوش اديني فتحت لك. عفركوش اطلع. عفركوش مرسي ده مجنون واصحابه اجن منه. انا حرفده وعينك انت في وظيفة المدير بتاعه. روح ربنا ما يحرمك منه. يا فندم انا ليا طلب بسيط خالص. الانسة ماهر ترفدها لي من قسم الحسابات. طب وليه؟ لان هعينها عندي في قسم الزوجية. يا مصطفى يا مصطفى انا بحبك يا مصطفى. سبع سنين متفرقين انت هتيجي يا مصطفى. يا مصطفى يا مصطفى انا بحبك يا مصطفى. سبع سنين من العطلين انت هتيجي.